حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاه شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمه قال ايوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير واذا رفع راسه عن السجده الثانيه جلس واعتمد على الارض ثم قام